انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي تليها الدولة تجاه الشعب المصري بمختلف فئاته، أطلقت القوات المسلحة مبادرة شوف بنفسك لإطلاع طلاب الجامعات على إنجازات الدولة المصرية بهدف غرس قيم الانتماء والولاء لدى الطلاب. هنا يزور طلاب جامعة جنوب الوادي مشروع تطوير عواصم المحافظات الذي يستهدف طرح 500 ألف وحدة سكنية داخل عدة محافظات من بينها محافظة سوهاج. بننزل بنعرف المشروعات اللي بتقوم بها الدولة وكل حاجة، يعني بنشوفها على أرض الواقع هنا، مش مجرد مثلا على التلفزيون أو بنسمع عنها، لا احنا بننزل أفواج مع بعضينا وبننزل وبنشوف في أرض الواقع. بالفعل هي مشروعات مقامة وبتوفر فرص عمل كتير جدا للشباب. مبادرة تشوف بنفسك عرفتنا قد إيه اللي مصر شغال على تطوير وعلى رقي المجتمع واللي هو تحسين الحالة المعيشية. لما جيت هنا شفت حاجات بصراحة ما كنتش أتوقع أن أشوفها خالص، ومبسوطة وفخورة جدا أن فخامة الرئيس أتاح لنا الفرصة أن احنا نيجي هنا ونشوف بنفسنا كل حاجة على الطبيعة. يعني صندوق التنمية الحضرية خصص العديد من المساحات بالمحافظات المختلفة لتنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات، منها 10 أفدنة بمدينة سوهاج بمنطقة الجلاء بأرض الشونة والمحلج، أقيم عليها مشروع سكني متكامل. المشروع ده مبادرة الرئيس تطوير عواصم المحافظات، بيستهدف 5000 وحدة سكنية ب 29 محافظة بتكلفة إجمالية تقريبا حوالي 500 مليار جنيه في 29 محافظة. محافظة سوهاج كان لها نصيب ان هي تكون من ضمن المرحلة الأولى العاجلة. العمارات كلها كاملة التشطيب على أحدث وأفضل المواد التشطيب وأفضل الأكواد. المشروع بجزء بتاع كورنيش نيل نسبة بنائية 30%، عمارات أرضي وعشرة أدوار. الجزء الثاني مشروع شارع الجلاء. تم توصيل المرافق لجميع الوحدات من كهرباء لمية لصرف صحي لغاز طبيعي. الوحدات طبعا مزودة بجميع وحدات الدفاع المدني داخلها. واقع جديد على أرض صعيد يتم رسمه بعزيمة وتخطيط الجمهورية الجديدة بعد سنوات كانت تعاني فيها محافظات الصعيد من الإهمال والنسيان، تبدلت بالتنمية الشاملة عبر سلسلة من المشروعات القومية العملاقة.